احنا التظاهره هذه نقولوا اعلان تاع تقدم في مشروع مهم جدا بالنسبه للسياحه التونسيه اللي هو مشروع نقول جرو توجذر، ما نكبروا مع بعضنا، وخاصه ان المشروع هذا يهدف الى تنويع العرض السياحي في تونس. نحكيو على السياحه المستدامه، نحكيو على كيفاش من الاحاطه بالشركات والمعنى الناشئه الستارت اب مهمه جدا، نحكيو على التحول الرقمي، نحكيو على تنويع العرض السياحي والتحسين نتاعو، وكيفاش نحكيو على الاكسبيريونس كليون معناها تجربه الحريف مهم جدا، نحكيو كذلك على الجانب اللي هو متعلق بالامور الاجرائيه، تحفيز الاستثمار، كيفاش معناها تبسيط الاجراءات بالنسبه للباعثين الشبان خاصه اللي هما في قاعدين في يقدموا في مشاريع مبادرات. الدور نتاعنا كوزاره السياحه بالتعاون مع شركاء نتاعنا اللي هي الاتحاد الاوروبي، برنامج تونس وجهتنا، بالتعاون كذلك مع جي زاد الجمهوريه الالمانيه، هذوما كل شركاء نحبوا نحيطوا مزيد الاحاطه بالباعثين الشبان الستارت اب، كذلك نحبوا نسهلوا لهم الاجراءات، وخاصه نحكيو توا على جينيراسيون جيل جديد من الباعثين في القطاع السياحي. صحيح كنا مع جيل قديم اللي هو في السياحه الكلاسيكيه، ولكن توجه توا احنا في القرن 21، وتوجه هو نحكيو معناها السياحه اللي هي المستدامه، السياحه المسؤوله، السياحه اللي فما تنوع، فما معناها تجديد، هذا مهم جدا. هذاك علاش احنا اليوم اول شيء مرافقه نتاعهم، تشجيع نتاعهم، وتسهيل مختلف الاجراءات بالنسبه لهم. اللي موجود حاليا هو تعرفوا المؤسسات اللي معناها تنشط في القطاع السياحي، عندنا وكالات الاسفار، عندنا معناها المطاعم السياحيه، عندنا مؤسسات الهواء السياحي، وعندنا مراكز التنشيط. نوع جديد هذه نوع جديد مازال ماهيش موجوده، ولكن معناها حاليا حسب معناها نجم نقولوا الكراسات الشروط والاجراءات والتراتيب الموجوده في القطاع السياحي، هذه هو يلزم توا احنا نلقاو المعادله باش الانشطه هذه تلقى الطريق نتاعها، تلقى معناها الاطار اللي تجب تشتغل فيه بدون معناها تعقيدات. نسهلوا لهم اكثر ما يمكن، ولكن زاد مطلوب منهم زاد يعرفوا اللي فما اطار قانوني نخدموا فيه الناس الكل، زاد كيف معناها فما جانب مهم اللي هو نعرفوا لازم نحافظوا على خصوصيه نتاع الجهات نتاعنا. نحبوا نشجعوا السياحه، ولكن زاد نحبوا سياحه مسؤوله مهمه جدا، زاد كيف الدور نتاعهم هما زاد باش يحيطوا ويهتموا بالجانب هذا. اخر مؤشرات احنا لغايه معناها 20 سبتمبر 2022 حققنا معناها وفود اكثر من 4.3 مليون سائح لبلادنا، بارتفاع قرابه 168% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2021، والفارق قاعد يقلص شيئا فشيئا بالنسبه للسنه المرجعيه اللي هي سنه 2019. احنا حاليا الا 37%، وكنا الهدف بالنسبه للسنه هذه هو نبلغوا مستوى ما بين 50 و60% من جهه 2019. هذا فيما يتعلق بالوافدين. فيما يتعلق بالعائدات السياحيه الى غايه من 20 سبتمبر حققنا أكثر من 3 مليار دينار عائدات سياحية، بارتفاع ب 86% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، والفارق زاد كيف ماشي ويتقلص مقارنة ب 2019، أعتقد أنه في حدود إلا 27% مقارنة بسنة 2019، هذا مهم جدا. احنا معناها الطريق مازال معناها في نحاولوا نمشيو أكثر ما يمكن، نرجعوا مستويات 2019، استعادة نشاط سياحي مهم جدا، وفي نفس الوقت بالتوازي مع هذاك هي معناها رسم الخطوط العريضة لتنمية القطاع السياحي في بلادنا. نعرفوا خاصة معناها إشكاليات يعاني من القطاع السياحي معناها الموسمية تاع القطاع، هذاك علاش زادت كيف معناها التشجيع، ونحكيو هنا يلزم معناها الموسم السياحي في تونس ما يقفش في الصيف، يلزم يتواصل معناها الشتاء، عندنا موسم شتوي تو قادمين على السياحه الصحراويه، موسم السياحه الصحراويه والواحيه، كذلك معناها عندنا تنوع كبير، نحكيو على السياحه الرياضيه، السياحه الثقافيه، السياحه العلاجيه، سياحه المؤتمرات، هذيك معناها احنا في تونس نحبوا السياحه 24 في 24 ولايه وعلى مدار السنه 350 يوم فما سياحه في تونس، وهذا ممكن، وهذا معناها زي كيف نشوفوه من غير معناها قصص نجاح ممكن ما نحكيوش عليها برشا، ولكن موجوده في عده جهات وفما معناها في عده قطاعات في بلادنا. احنا بالنسبه لنا نعرفوا اللي نحكيو على الشقاء الجزائريين هو شيء معناها كيجيو لتونس راهو عباره يجيو في بلادهم، واحنا معناها اكثر حاجه نحبوا اللي هما
يعطيوا ثقة لتونس، وهذا متوفر حاليا ما نشوفه حتى من ناحية الإحصائيات اللي السائح الجزائري رجعنا نفس المستوى بتاع سنة 2019. في البداية معناها مع فتح الحدود البرية في 5 جويلية العدد ما كانش كبير، ولكن بطبيعة الحال مع تقدم الوقت وقاعدين نرجعوا فرد تقريبا احنا تو فرد مستوى، نشوفوا عدد الوافدين على المعابر الحدودية فرد مستوى مع 2019. والله الأرقام عندنا اللي هي بالنسبة السياح الجزائريين جاوا بلادنا قربت نجم نقول لك معناها فما فوق ال 550 ألف سائح جزائري منذ 15 جويلية. هذا الرقم ما نعرفه اللي ما نجموش نقارنوه ب 2019 خاطر نعرفه الفتح اللي هو معناها جاء في وقت معناها في متأخر شوية 15 جويلية، ولكن معناها إذا كان نقارنوا مثلا الهدف ولا التوقعات بالنسبة لنا سنة 2022 اللي احنا وحسب المهنيين كل التوقعات نجموا نوصلوا نحققوا ما بين 800 ألف ومليون سائح جزائري إن شاء الله في سنة 2022. الترويج للوجهة التونسية مهم جدا، عن الحضور في المعارض والصالونات الدولية، ونعرفوا أكبر معرض وأكبر صالون للسياحة والسفر في نجم نقولوا في فرنسا هو صالون تفريزا، واللي كنا حاضرين فيه وكانوا المهنيين التوانسة معنا قرابة 100 معناها مهني تونسي ما بين معناها وكلاء أسفار ما بين أصحاب نزل كانوا حاضرين لملاقات شركائهم متعهدي رحلات شركة طيران. الموعد هذا أول حاجة صعب باش يأكد المكانة اللي تحتلها السياحة التونسية في السوق الفرنسية. تونس راهي المرتبة الرابعة في السوق الفرنسية، تونس هي الوجهة الأولى خارج الاتحاد الأوروبي في السوق الفرنسية. هذا منذ شهر مارس على التوالي احنا قعدنا حاضرين على المرتبة نتاعنا. الإحصائيات والأعداد تاع الفرنسيين اللي جاوا لبلادنا أعداد مهمة جدا، وإحنا قريب في مستوى تاع 2019 وإن شاء الله نواصلوا على المنحة هذه. وزاد كيف نحكيوا على لاريير سيزون معناها الموسم الشتوي وتقدم معناها بالنسبة فما حجوزات فما طلب على الوجهة التونسية، السياحة الصحراوية السياحة الواحية زي كيف معناها طلب عليها هي. عندنا موعد إن شاء الله الأسبوع هذايا في آخر أسبوع هذايا الصالون بتاع السياحة والسفر في الجزائر اللي هو إن شاء الله باش فما مشاركة مكثفة لتوانسة، فما معارض مختلفة، معرض معناها تاع السياحة في اليابان زي كيف كنا مشاركين فيه معناها، وهذه معناها في إطار معناها نحكيه احنا إلى الأهمية لجميع الأسواق السياحية، الأسواق الأسيوية في الأسواق معناها الأمريكا اللاتينية، الأسواق في الشرق الأوسط، الخليج العربي، الأوروبية، أي سوق نجم نتوفر. ولكن زي ما نشوف راهو مهم الحضور نتاعنا في الأسواق هذه، ولكن أهم من هذا هو توفر النقل الجوي، خاطر نعرف بطبيعة الحال يلزم معناها توفر النقل الجوي. هذاك علاش احنا وزارة السياحة عطينا وفرنا آلية للدعم النقل الجوي باش نحاولوا نحفزوا معناها شركات الطيران ومتعهدي رحلات باش يبرمجوا الوجهة التونسية وخاصة في فصل الشتاء موسم الشتوي. وعندنا قمنا ببرامج معناها وبتنسيق مهم جدا مع مختلف متعهدي رحلات والأسواق نتاعنا باش نقولوا راهي تونس وجهة للسياحة في الشتاء، وخاصة معناها نعرفوا فما بعض المشاكل ممكن اللي في الصايرة في المناطق في مختلف المناطق في أوروبا متعلقة بالأزمة الطاقية. هذاك علاش كل راه في تونس راهو نجمو فرصة، تونس معناها متوفرة فما مناخ ملائم، فما معناها بنية تحتية، فما حسن استقبال، فما موارد بشرية اللي هي تنجم معناها توفر جميع الظروف بالنسبة للسياح باش يجيو لتونس ويقضيو إقامة طيبة في بلادنا في الشتاء كيما في الصيف كيما في الربيع كيما في الخريف. مرحبا بهم.